السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ان شاء الله معاكم في الفيديو الاخير من جولتي في سوق الجمعه. حبيت انهي بحاجه كده يعني اهداء لكل هواة الزواحف اللي معانا على القناه بتاعتنا على يوتيوب. كل الناس اللي بتربي زواحف وبتربي تعابين واللي انا منهم يعني. اولا الفيديو بتاع النهارده عن تعبان او الطيور. بما ان الفتره الجايه يعني احنا معانا من شهر 10 اللي فات لحد شهر 2 هيكون التعبان ده هو اكتر تعبان موجود في سوق الجمعه. فحبيت اختم بالفيديو ده. اول حاجه الاسعار بتاعته علشان لما تنزل وتسال يعني الدنيا دي هتكون في حدود كام في الشتاء ده الموسم بتاعه. الاسعار بتاعته بتبقى اقل من العادي يعني هتلاقيه يعني لو زاد يعني قوي بكبيره 150 جنيه تمام. في حتت كده بتبقى معديه بس في الغالب هتلاقيه في حدود 100-150 واقل من كده كمان اقل كمان من 100 جنيه وفي حدود 80 والكلام ده. ده بالنسبه للشتاء. تيجي بقى للصيف الاسعار ممكن يعني توصل ل 250 لو حته يعني فلته يبقى نادر جدا في الصيف. هو الموسم بتاعه في الشتاء. طب الاكل بتاعه سهل جدا. انت هتجيب له فران التجارب بتتباعنا في السوق. بياكل وجبه يعني كل 15 يوم. مش عايزك تطول عليه قوي يعني كل 15 يوم تمام. اول ما بيستحملش الجوع قوي لانه تعبان زراعي بيحتاج للميه في الحوض بتاعه. لازم الحوض بتاعه اول حاجه مقفول كويس محكم الغلق في مصدر للتهويه. هتيجي في الشتاء في الوقت اللي احنا فيه ده هتروح حاطط له لمبه 40 واط جنب الحوض من بره عشان توفر له حراره كويسه. هو بيحتاج حراره مثلا من 30 لحد مثلا 32 تمام يعني في النطاق ده تمام. لمبه 40 واط هتظبط لك الدنيا جنب الحوض من بره يعني ما تحطهاش في الحوض علشان ما تعملوش برده يعني حراره زياده عن اللزوم. ده هو جنب الحوض من بره. وبعد كده ايه الحراره بقى مع تدرج الحراره في الحوض هيبقى في جزء بارد وجزء دافي. لازم الحوض بتاعه يكون واسع شويه يتحرك فيه براحته. مش هقول لك يعني مساحه معينه اهم حاجه انت تحس التعبان بيتحرك ويعني الدنيا تمام معاه ومرتاح. الديكور بقى انت بتهتم بيه بس يعني ديكور قريب للبيئه اللي هو بيعيش فيها. هو تعبان شجري ممكن تحط له بقى اغصان الكلام ده يعني ممكن ورق جورنان يعني حاجه سهله جدا في التنظيف. لازم صخره في الحوض جنب اللمبه علشان يحط فيها جسمه لما يجي غير جلد. قبل ما غير جلد بتلاقي العين بتاعته عينها يعني عين التعبين بتروح قلبه على لون ازرق تمام. بعد كده بعديها بثلاث ايام اللون ده بيروح وبتروح رميه جلد تمام. فدي العلامه اللي احنا بنعرف بيها التعبان غير جلد ولا لا. التعبان ده اخره 140 سنتي مش بياكل بيض ولا بياكل لحمه ولا مفرومه ولا نيه ولا كبده ولا الكلام ده. بياكل فران التجارب بس. ممكن كمان السحالي ممكن كمان الضفادع ممكن الكتاكيت. في حاجات كبيره بتاكل الكتاكيت. فده بالنسبه للتعبان ابو الطيور. مفيش حاجه اسمها تكسر السنان بتاعته علشان هو سامه اصلا ثعبان متوسط السميه يعني غير سام على البشر. كبيره السن بتاعه بيأثر على الحاجات اللي بياكلها الفران والكلام دون. في ايه تاني ما اتكلمناش عنه في تعبان ابو الطيور؟ طبعا هو بيقدر ياكل فريسه اكبر منه في الحجم قد يعني حجم بقه 4 مرات في الضعف تمام. فده كان ابو الطيور. We'll be right back.